السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى نورتونا وأهلا بكم في الكلية. إن شاء الله أنا زميلكم نهال مجدي، فرقة 6، هشرح لكم محاضرة Division of the Nervous System، أو اللي هي التقسيمة بتاع الجهاز العصبي. أتمنى تكون المحاضرة خفيفة ولطيفة عليكم، وأتمنى أقدر أوصل لكم المعلومة بشكل مبسط وتستفيدوا مني بإذن الله. بداية كده نذكر أصحابنا، ودول زمايلنا الله يرحمهم ويغفر لهم، توفوا أثناء مسيرتنا الدراسية في الكلية. اذكرهم في دعائكم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويلحقنا بهم على خير. دي آية حبيت بس أذكركم بيها وأذكر نفسي بيها، إن إحنا في دراسة ال في دراسة الطب بنكون بنتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، فاحنا بجانب الدراسة عايزين نقوي إيماننا، وعايزين نذكر يعني نذكر الله ونسبحه كتير ونشوف عظمة الله في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نتوكل على الله ونبدأ نتوغل شوية في الجهاز العصبي. عندنا بداية كده، ثواني هطلع بس في البداية كده عندنا، اللهم صل على النبي. تقسيمة الجهاز العصبي احنا بنقسمه لحاجتين، تقسيم على حسب الاناتومي وعلى حسب الفسيولوجي. طبعا الاناتومي هو علم التشريح، فبالتالي احنا هنقسمه على حسب المكان التشريحي، والفسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء، فبالتالي احنا هنقسمه على حسب الوظيفة. طيب، هنقسمه ازاي بقى؟ على حسب الاناتومي هنقسمه لحاجتين حسب مكانه. في واحد اسمه السنترال، سنترال نيرفس سيستم، وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال هو الجهاز العصبي المركزي، اسمه المركزي او الرئيسي، فبالتالي دوت هيكون ذا اهميه كبيره، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حطه في مكان محمي زي المخ جوه السكال، والمخ خارج منه السباينال كورد، الحبل الشوكي، موجود جوه فيرتبرا اللي هو العمود الفقري. تمام، يبقى هو ده السنترال نيرفس سيستم. وخارج من السنترال نيرفس سيستم بريفرال نيرفس سيستم، اللي هو خارج مثلا كرينيال نيرف من المخ، وخارج سباينال نيرف من السباينال كورد. ده التقسيمة من حيث الاناتومي. من حيث الفسيولوجي او الوظيفة بتاعته، هنقسمه لجهاز عصبي ارادي وجهاز عصبي لا ارادي. سوماتيك يعني ارادي، اوتونوميك يعني لا ارادي. معذرتني يا شباب عشان انا عندي برد. يبقى نقول تاني سريعا، عندنا الجهاز العصبي بيتقسم جهاز عصبي على حسب تشريح وعلى حسب الوظيفة، على حسب المكان التشريحي ليه. فهو عندنا مركزي وطرفي، سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال زي البرين، المخ، والحبل الشوكي السباينال كورد، والبريفرال نيرف زي الاعصاب اللي خارجه من المخ اللي هي الكرينيال، او الاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد اللي هي السباينال. اما من ناحيه الوظيفه قلنا عندنا سوماتيك ارادي، اوتونوميك لا ارادي. هنبدأ أول حاجة بسم الله الأناتوميكال ديفيجن بتاعه. زي ما احنا قلنا عندنا سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. قلنا السنترال دوت بيكون في بوني كافيتي، قلنا زي البرين والسباينال كورد، البرين جوه السكال والسباينال كورد في الفيرتيبرال كولم اللي هو العمود الفقري. وجهاز عصبي طرفي اللي هو البريفرال نيرفس سيستم، ودوت بيكون مش جوه عظم، انما هو بيكون خارج من الجهاز العصبي المركزي زي الاعصاب اللي خارجه من المخ، او الاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد او الحبل الشوكي. يبقى كرينيال نيرفس وسباينال نيرفس، ده الكلام اللي احنا قلناه. نبدا اول حاجه نتكلم عن السباينال نيرفس اللي هو السنترال نيرفس سيستم. اول حاجه نتكلم عنها هو البرين. زي ما انتم شايفين هو البرين جوه السكال. والبرين بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه، هي اتنين سيريبرام،
اللي هو السيريبرال هيمسفير اللي هو نصفي المخ، اتنين سيريبرام وسيريبيلم اللي هو المخيخ، والبرين ستيم اللي هو جذع المخ. يبقى احنا عندنا برين عبارة عن فصين تو سيريبرام، وعندنا البرين ستيم اللي هو جذع المخ، وعندنا السيريبيلم اللي هو المخيخ ورا. يبقى it lies inside the skull and composed of جوه السكال جنجوم، بيتكون من تو سريبرال هيمسفير اللي هو نصفي المخ السريبرام، وسريبيلم اللي هو المخيخ، وبرين ستيم اللي هو جذع المخ. وجذع المخ بيتكون من تلات اجزاء يا ولاد، اللي هو عندنا ميد برين، وحاجه زي الكوبري كده اسمها البونز، واخيرا حاجه كده مستطيله اسمها مظله اوبلنجاتا. تمام، هناخدها في الصورة التانية. يبقى جزء المخ بيكون من ميد برين اللي هو المخ النصفي او حاجة زي كده، بونز يعني كوبري كده، حاجة كوبري وصل بين الميد برين والمضلة، والمضلة اوبلنجاتا لو انتوا فاكرين اللي هو النخاع المستطيل. دي الصورة بتورينا التركيب. عندنا هنا سيريبرال هيمسفير اللي وادي ده السيريبيلم اللي هو المخيخ، واللي بالالوان دوت عندنا الميد برين. الاحمر اللي فوق ده هو الميد سوري بالالوان ده اللي هو البرين ستيم جذع المخ. الاحمر اللي فوق هو الميد برين، والكوبري ده الازرق معذره الازرق دوت هو البونز، والاخضر هو المضله اوبلنجاتا. دي شوية الشرايين بقى اللي بتغطيه، مش مهم معاكم دلوقتي، اللي هو البذرة البين ارتري سوري البذرة البذرة الارتري والفرتبرا الارتري، مش وقتهم خالص. دي الشرايين اسمها شرايين بتغذي المخ. السلايد اللي بعد كده سوري نرجع بس سريعا كده. الاول عرفنا كده البرين بيكون من تلات اجزاء، اتنين سريبرال سريبرال اللي هو السريبرام السريبرام، معلش البرد معلش يا شباب مش مركزة. يبقى اتنين هيمسفيرز تو سريبرال هيمسفيرز اللي هما نصفي الدماغ، والسريبيلم المخيخ، والبرين ستيم جذع المخ. والبرين ستيم بيكون من تلات اجزاء اللي هو الميد برين والبونز والمضلة اوبلنجاتا. نيجي بعد كده السباينال كورد. قلنا السباينال كورد بيكون موجود جوه الفيرتبرال كولوم اللي هو ايه العمود الفقري. واول حاجه نعرف ان احنا عندنا كام فيرتبرال كولوم. الفيرتبرال كولوم بيتقسم لخمس مناطق، هما سيرفايكال اللي هو بتبقى في النك اللي هو في الرقبه، وثوراسيك اللي هو في الصدر، ولامبر ده هو جزء البطن السفليه، والساكرام والكوكسيك دول موجودين في الحوض. يبقى سيرفايكال ثوراسيك لامبر او لامبر ساكرال اند كوكسيكس. العنقيه والصدريه والاظن اللامبر ثاني دي كانت العجوزيه والعصعصيه، انا مش فاكره اللامبر كانت ايه الصراحه بالعربي، البطنية باين او حاجة زي كده اللي موجودة في اسفل البطن. ما علينا، احنا كلنا عارفين ان عدد السيرفايكال فيرتبري، ركزوا معايا، السيرفايكال فيرتبري اللي هي الفقرات، عدد السيرفايكال فيرتبري اللي هي الفقرات العنقية عددهم سبعة. عشان احنا هناخد شوية سيجامنت دلوقتي اللي بيخرج منها الاعصاب، هنقول ان السيرفايكال سيجامنت اللي بتاع العصب نفسه في الحبل الشوكي تمانية، لكن الفيرتبرا سبعة، والثوراسك 12، واللامبر 5، والسكرم هم المفروض 5 بس حصل لهم فيوزد مع بعض ملحمين في بعض كأنهم واحد، والكوكسكس برضو 4 بس فيوزد مع بعض. يبقى احنا قلنا تاني سيرفايكل 7، احنا بنتكلم عن الفيرتبري فيرتبرا. تمام، ركزوا، سيرفايكال 7، الثوراسيك 12، اللامبر 5، السكرم هم 5 بس فيوزد مع بعض، والكوكسيكس 4 وفيوزد مع بعض.
نتكلم على السباينال كورد بقى اللي هو جوه الفيرتبري، وقلنا ان ده جزء من السنترال نيرفس سيستم لانه محمي بيه بون. تمام، بيقول it lies inside the vertebral column and composed of five region، برضو خمس اجزاء. each region عندها number of segment. قلنا في cervical region وده وتركزوا 8 segment من C1 لC8 8، لكن الفيرتبرا كانت 7. thoracic region 12، lumbar region 5، والsacral region 5، والكوكسيجال الكوكسيجال region ركزوا 1 segment. يبقى الاختلاف هو نفس تقسيمة الفيرتبري، بس الاختلاف ان احنا عندنا هنا في السيرفايكال 8 والكوكسيك 1. معذرة يا شباب، انا اسفة بجد والله عندي برد. الله المستعان. ده صورة تانية الفيرتبري. وديت السيجمنت. في هنا مثلا بيقولك ان كل سيجمنت من دي بتبقى الاعصاب المسؤوله عن حاجه معينه. يعني مثلا السيرفايكال سيجمنت، لو كبرنا شويه ثواني، ادي هم دول 8 سيرفايكال سيجمنت اللي هم عباره عن 7 سيرفايكال فيرتبري. كل جزء منهم بيغذي خارج منه أعصاب مسؤولة عن مناطق معينة في الجسم. يعني مثلا عندك C1 دي بتاع الهيد والنك، راس والرقبة. C2 الدايفرام، انتوا عارفين العضلة الحجاب الحاجز دايفرام. C3 و4 وكده دلتويد وبايسبس، دي أسماء عضلات موجودة في الدراع. والريست اكستندر ومسؤولين عن، بصوا هي ما علينا، بصوا انتوا عندكم السيرفايكل مثلا مسؤولين عن منطقه الهيد والنك يا شباب، ومنطقه في الشيست، تمام، شويه في الشيست اللي هم مثلا دايفرام وكده، مسؤولين شويه داخلين في الارم، هتاخدوا حاجه في الاناتومي اسمها البريكيال بلكسس، هتلاقوا ان داخل فيها سيرفايكل. البريكيال بلوكسس دي بتغذي العضلات الايد عامه والصدر، تمام. فترايسبس والدلتويد والحاجات دي اسماء عضلات هتاخدوها في الاناتومي. الثراسيك نيرفس برضو بتقول ان هي مسؤوله عن الشيست ماسلز والابدومينال ماسلز، العضلات بتاعه الصدر والبطن. اللامبر نيرفس دي بيخرج منها الاعصاب اللي بتغذي القدمين leg muscles اللي هتروح للعضلات بتاع الليج. والساكرال نيرفس دي مسؤولة عن اللي هي بقى الأحشاء الموجودة في الحوض زي الباول اللي هي الجهاز الإخراجي، والبلادر اللي هي طبعا تبع الجهاز البولي اللي هو المثانة البولية، والباول اللي هو الحتة بتاعت الجهاز الإخراجي اللي هو السيكم والحاجات دي، الريكتم يا شباب. والسيكشوال فانكشن بقى اللي هو بقى الاعضاء التناسليه. وهنا برضو حطيت لك تقسيمه لكل اريا كده بتغذي ايه. يعني مثلا عندك C1 و C4 بتوع البريثنج تنفس، C2 من C1 لC4 ده بريثنج. C2 مثلا اعضاء الهيد والنك مسؤولين عن حركه الهيد والنك. C4 لC6 الهارت ريت تنظيم ضربات القلب. C6 مثلا بيقولك ان هي مسؤولة عن حركات الشولدر الكتف. C5 الريست الريست والالبو موفمنت اللي هو الذراع والالبو اللي هو مفصل الكوع، والريست اللي هو الريست. ومن C1 لC1 ده مسؤول عن الاصابع والايد. ومن T1 لT12 ده سمباثاتيك تون مسؤول بيدي الجهاز السمبثاوي، ومسؤول عن المحافظة على حرارة الجسم temperature regulation. ومن T2 لT12 مسؤول عن الترانك ستابيليتي اللي هي العضلات بتاع البطن.
ومن تي 11 ل L2 ejaculation اللي هي الجهاز اللي احنا هنا قلنا ان الايجاكيوليشن يا شباب اللي هو زي في الجهاز التناسلي في الذكر وكده. ثواني معذرة يا شباب والدتي دخلت، انا اسفة. الايجاكيوليشن اللي هو عملية القذف في اللي هو مثلا السبيرمز وكده، اللي هو الجهاز التناسلي في الذكر اللي هو يخرج السبيرمز الحيوانات البرية. الاثنين مثلا مسؤول عن الهيب موشن، الحركة بتاعت الهيب اللي هي العظمة بتاع الفخذ، لا الهيب والتلاتة ني اكستنشن انك تفردي ركبتك كده ورجلك. L4 S1 دول الحركة بتاع الفوت. L5 دي انها تتني الركبة، ني فليكشن، فليكشن يعني ثاني، اكستنشن يعني انك تمدد. S2 و S3 زي ما قلنا ان هي مسؤولة عن الباول والبلادر، الجهاز البولي والجهاز الاخراجي بقى. و S2 S4 سيكشوال فانكشن، وبرضو S5 ذا سيم برضو زي S2 S3. اما الكوكسكس دي بقى بتغذي منطقة اسمها البرينيوم، البرينيوم اللي بيكون الجسم من تحت، اللي هو مثلا عند في عضلة اسمها الليفيترو انوي موجودة في البرينيوم. البرينيوم دوت اللي هو الغطاء بتاع الحوض من تحت، المنطقة اللي بتغطي الحوض من تحت اللي هي اللي هي الفتحة بتاع الانوس، الفتحة بتاع الاخراج كده، المنطقة اللي محوطاها من قدام دي اسمها البرينيوم، هي دي بتغذي المنطقة دي. بس هو مش اول محاضرة يعني، ده مش التركيز الاساسي بتاع محاضرتنا، انا طولت فيها قرأتها كده بس عشان تفهموا الترجمة، لكن مش ده التركيز الاساسي في المحاضرة بتاعتنا يا شباب. المحاضرة بتاعتنا هي مجرد تقسيمة اللي هو عبارة عن central nervous system peripheral nervous system. central عبارة عن brain و spinal cord، peripheral عبارة عن cranial nerves و spinal nerves. انما التفاصيل دي لا مش مهمة قوي في المحاضرة دي. والسلايد اللي بعد كده هنتكلم عن، فاكرين قلنا البرين بيتكلم، مراجعه سريعه، البرين بيتكون من ايه؟ اتنين سيريبرال هيمسفير اللي هي الانصاف بتاع المخ، وجزء المخ البرين ستيم، والسيريبيلم اللي هو المخيخ. فنيجي نقول بقى السؤال هنا، the brain is composed of بيكون ايه؟ تو سيريبرال هيمسفير اونلي، برين ستيم اند سيريبيلم، ثري سيريبرال بارتس، سيريبرم سيريبيلم اند برين ستيم. ها طبعا الاجابه هي اخر واحده، سيريبرم سيريبيلم اند برين ستيم. السؤال اللي بعد كده، the cervical region in the spinal cord consists of، cervical region ركزوا، region 7 segment 10 segments 8 segments 5 segments. احنا قلنا cervical region اللي هو segment كام؟ 8، لكن vertebra بيبقى 7، يبقى الإجابة هنا 8. سلايد بعد كده، احنا كنا عملنا مراجعة سريعة كده، احنا خلصنا البرين والسباينال كورد. هنتكلم دلوقتي في النيورونز، او هنتكلم دلوقتي بقى نخرج على الجهاز الطرفي. فعايزين نتكلم عن ايه هي النيرفس اصلا، يعني ايه هي النيرونز والنيرف سيل، الخلية العصبية. احنا عندنا اي خلية اصلا عبارة عن جسم الخلية، اي خلية، الخلية العادية اهي، خلية جسمها اهو ومحاطة بغلاف سلمبرين، وجواها بقى الاورجانيلز او السيتوبلازم، ميتوكوندريا مثلا، والنيوكليوس اللي هي عضيات الخليه، الاورجانيلز او عضيات الخليه. طيب ايه اللي يفرق الخليه العصبيه
عن اي خليه عاديه. ليه؟ فان احنا عندنا سيل بادي اهو، في سيتوبلازم وفي كل حاجه. بس اللي يفرق هنا ان طالع منها شويه تشجرات او فروع خارجه منها، في جزء منها خارج منه فرع واحد طويل جدا اسمه اكزون، وفي فروع صغيره كده منتشره اسمها دينترس. تمام، ده تركيب الخليه العصبيه. يبقى عبارة عن سيل بادي عادية خارج منها فروع سيل بروسيس، فرع واحد سنجل طويل كده اسمه أكزون، وفروع صغيرة عاملة زي الشجر كده اسمها دينترس. تمام، ودي السيل بادي. الاسم التاني ليها سوما، سيل بادي، بادي يعني سوما. تمام، يبقى بيكون السيل بادي اللي هو السوما، ودي دينترس، وأكسون. بنقول ان بيكون فيها نيوكليوس وسيتوبلازم ومحاطه بسيل ممبرين زي اي خليه، وفيها كمان السيتوبلازم في الاورجانيلز اللي هي عضيات الخليه العاديه، الاندوبلازميك ريتيكولام اللي هو الشبكه الاندوبلازميه، صح كده بالعربي، رايبوزومز، جولجي اباريتس، جهاز جولجي، الميتوكوندريا، مايكروتوبيولز، مايكروفيلامنتس اللي هي العضيات بقى اللي هي الأنابيب الصغيرة اللي بتكون في الخلية دي. تمام، بتكون فيها كل عضيات الخلية عدا السنتروميرز. فاكرين السنتروميرز اللي هو اللي كان في الانقسام بتاع الخلية اللي كان بيشد على الكروموسوم هنا والكروموسوم هنا، السنتروميرز عشان يعمل انقسام، فاكرين؟ لا، مفهوش هنا سنتروميرز، مش موجود هنا، عشان كده الخلية العصبية لا تنقسم. يبقى هي موجود فيها كل عضيات الخلية عادي عدا السنتروميرز. يبقى السيتوبلازم doesn't contain centromeres centrioles so the nerve cells can divide، مش بتنقسم. كده اتكلمنا عن السيل بادي اللي هو السوما، نتكلم عن السيل بروسيس اللي هو دينترتس والاكزون زي ما انتم شايفين هنا. نعملهم كمقارنه. احنا قلنا ان هو دي تفرعات خارجه منه. اول حاجه عندنا الاكزون زي ما قلنا هو سنجل ولونج، وحيد وطويل، مالتيبل الدنتريتس عكسه مالتيبل وشورت. تمام، ايه وظيفتها؟ الاكسون دوت بيكوندكت، بياخد الاستيمولس او الاشاره العصبيه من السيل بادي. بص، ادي السيل بادي وادي الاكسون، هو بياخد الاشاره العصبيه من السيل بادي. اما الدنتريتس بياخد، يعني مثلا بص، ادي الدنتريتس اهو، وادي خليه عصبيه ثانيه اهي، وادي الاكسون بتاع الخليه العصبيه الثانيه، ودي خلية عصبية تانية، ودي الأكسون بتاع الخلية. فهو بيستقبل الإشارات من الخلايا التانية ويوديها للسيل بادي. تمام، يبقى الدنترز هو اللي بيجيب الإشارات للسيل بادي، والأكسون بياخد الإشارات من السيل بادي. يبقى كوندكت الأكسون بيعمل كوندكشن للإمبلسز اللي هي الإشارات العصبية away from السيل بادي، بعيد عن السيل، بياخدها من السيل بادي. أما الدنترايتس بياخدها، بتاخدها من باقي، يعني مثلا لو هي بقى متصله بجهاز بخلايا عصبيه تانية، فهي تنقل الاشاره العصبيه لجوه الجسم، جوه السيل بادي بتاع الخليه. خلي بالك حاجه هنا، الاكسون متغطي اما الدنترايتس مش متغطي. فاحنا هناخد الاكسون لوحده كده، ادي الاكسون اهو، ده الاكسون، متغطي. تمام، متغطي بحاجه اساسيه اسمها نيورو ليمال شيز. لا ثواني، اعمل كلهم نيورو ليمال شيز، ادي نيورو ليمال شيز. وفي غطا تاني اسمه ميالين شيز، بس مش كله متغطي بالميالين شيز. يعني مثلا ادي اهي، دي واحده اهي، ودي متغطيه بميالين شيز. على فكره الميالين شيز بتبقى نقط كده، يعني بتبقى في حتت في قلب الخليه مش متغطيه بميالين شيز. في بتاع عصبي تاني، اكسون من الخليه عصبيه تانية خالص، عباره عن اكسون اهو، اكسون، وبتغطي اساسيا ب نيورو ليمال شيز، نيورو ليمال شيز.
ولكن مش بتغطي بميلين شيز. يبقى احنا عندنا الاكزونز بتتميز انها متغطية، في منها متغطي باتنين شيز اللي هي نيورو ليمال وميالين شيز، وفي متغطي بنيورو ليمال بس. يبقى احنا لو هنميزهم نميزهم بالميالين شيز، عشان كده سمينا ان في نوع عصب اسمه مايلينيتد. مايلينيتد يعني متغطي بميالين شيز، وام مايلينيتد يعني مش متغطي بميالين شيز. طبعا بنقول نيورو ليمال شيز هي الاوتر، والميالين هي الانر. تمام، معلش عشان رسمتها ثواني. النيورو ليمال شيز هذه الاكزون، هذه الميالين شيز اهي، تمام، والاوتر هي النيورو ليمال شيز عليها من بره. تمام، نراجع المقارنة دي سريعا. يبقى احنا عندنا ان البروسيس بتاع النيرف سيل عبارة عن اكزون و دنترايتس. الاكزون قلنا ان هي سنجل ولونج، دنترايتس قلنا ان هي مالتيبل وشورت. الكوندكت وقلنا ان الاكزون دي بتوصل كوندكت الامبرسس من السيل بادي لبره الخليه لخليه تانية. اما الدنترز بتاخد الامبلسز الاشاره العصبيه لجوه السيل بادي. قلنا ان الدنترايتس مش متغطيه لكن الاكزون متغطيه. قلنا ان هم كلهم متغطين من بره بحاجه اسمها نيورو ليمال شيز، لكن بعض الاكزون متغطيه من جوه بحاجه اسمها مايلين شيز، وبعدها التاني مش متغطي بمايلين شيز. فعشان كده سميناها بنقسمها ليه مايلينيتد نيرفس و ان مايلينيتد نيرفس. دي مقارنة تانية بين النيورو ليمال شيز والمايلين شيز. السايد بتاع النيورو ليمال شيز قلنا ان هو اوتر، اما الميالين شيز فقلنا ان هي الانر. النيورو ليمال شيز بتتكون من خلايا لير واحده، طبقه واحده من خلايا اسمها شوان سيل. اما الميالين شيز عباره عن لايبوبروتين، هي لايبو بروتين ان ناتشر، يعني طبيعتها انها مكونه من لايبو. جزء اللايبو يعني ليبيدز يعني فات، بروتين طبعا عارفين يعني بروتينات، اللي هي عباره عن ان خلايا اللي هي دي السيل ممبرين بتاع. احنا عارفين ان الغشاء الخلوي بتاع اي خليه اللي هو السيل ممبرين عباره عن لايبو بروتين. فهي المايلين شيز دي هي ان شوان سيل ادت السيل ممبرين بتاع شوان سيل، هو اللي عمل المايلين شيز الانر لير. تمام، قلنا ان النيورو ليمال شيز بتغطي كل الاكزون على الطول كله، اما المايلينيتد شيز بتغطي بعض الاكزون زي ما شفنا في الرسمه، وهو الاكزون اكسبت المنطقه اللي جايه منها. عدا البداية والنهاية بتاعتها بتبقى عبارة عن نوتس كده اوف رينفر اللي هي ما فيهاش مايلين شيز زي ما كنت رسمها لكم. ثواني، ادي الاكزون وادي شايفين كده المايلين شيز، ادي مثلا هي بداية اهو، وادي سايبة فراغ اللي هو عند النهاية بتاعتها، وادي البداية الجديدة اهو اهو، بتبقى مقطعة زي سيجمنت. على فكرة الإشارة العصبية كده بتتنقل أسرع لأنها مش بتعدي النوتس دي، لأ ده بتتنطط، بس بدل ما هي ماشية كده لأ ده بتمشي كده وتقوم نطة كده نطة كده. تمام، بتنط النوتس بتاع الانفيرتي. تمام، يبقى عرفنا إن هي في بعض الأعصاب مش مايلينيتد على عكس النيورو ليمال شيز بتكون مغطية كل أنواع الأعصاب الأكزونز. عندي كمان إن الهول أكزون بيكون متغطي بنيورو ليمال شيز لكن
الاكسون فيه المايلينيتد نيرفس، مش كل الاكسون متغطي بمايلينيتد او مايلين شيز، لا ده في حتت ما فيهاش، والحتت دي اسمها النودز اوف الرينفير، ودي بيكون الحته اللي عند البدايه والنهايه بتاع الايه الجزء اللي عامل مايلين شيز. الحمد لله. بنقول هنا الفانكشن بتاع ال النيورولمال شيز، سوري، دي بنقول ان هي مش هي شوان سيل. شوان سيل دي بتساعد على التجديد في الانجري بتاع الاكسون، اما المايلينيتد شيز بيقول هي انسيولاتور، بتعمل كعازل. بريفنتنج الكرنت فلو، عشان ما يبقاش الإشارة العصبية على طول على طول شغالة، لا بتوقفها كده شوية. بنقول هي دي اللي مدية الشكل الخلية او الاعصاب، هي اللي مدية الوايت كولر بتاع المايلينيتد نيرف والوايت ماتر الموجودة في السي ان اس، وهنشوفها كمان شوية. يبقى هي دي المسؤولة عن اللون الابيض. يبقى مين المسؤول عن اللون الابيض؟ قلنا اللي هو المايلي شيز، وهي كمان بتشتغل ك ال كعازل انسيوليتور، تمام. اما المسؤول عن الريجنريشن في الـ في الاكسونز هي النيورولمال شيز اللي هي جايه من الشوان سيل. الله المستعان، بسم الله. هنتكلم دلوقتي ان احنا هنبدا، احنا اتكلمنا عن البرين وقلنا هو بيتكون من ايه، واتكلمنا عن الخلايا العصبيه، واتكلمنا عن الفيرتبري، وكلمنا عن السباينال كورد ان هو بيتقسم لسيجمنت وكل سيجمنت عددها ايه. دلوقتي انا هكلمكم عن السباينال كورد لو خدنا منه كروس سيكشن. كروس سيكشن يعني انا جيت ده السباينال كورد اهو، تمام، وانا جيت قمت قطعاه من هنا، فبقى عامل كده، فانا هبص عليه من هنا فهلاقيه بالشكل ده، ده هو الكروس سيكشن. اول حاجه هنلاحظ ان احنا عندنا السنتر الجزء المركزي منه حته غامقه اسمها جراي ماتر، لونها جراي كده، وجزء بره اسمه وايت ماتر، يعني من جوه جراي ومن بره وايت، ادي اهو وادي جراي اهو. هنتكلم عن الجراي ماتر دي شكلها ايه ومتكونه من ايه، والوايت ماتر دي شكلها ايه ومتكونه من ايه. شكلها اللي هنتكلم اول حاجه على الجراي ماتر، شكلها شكل حرف الاتش، اتش شيبت، وبتتقسم لثلاث اجزاء: انتيريور هورن، بوستيريور هورن، ولاترال هورن. ادي الانتيريور هورن، وادي بوستيريور هورن، وفي جزء هنا كده لاترال اسمه لاترال هورن، تمام. يبقى بتكون من انتيريور بوستيريور ولاترال هورن. وبنقول ان هي بتتكون من نيرف سيل ونيرف فايبر. النيرف فايبر عبارة عن unmyelinated، يعني ايه؟ يعني الاكسون مش عليه مايلين شيث. يبقى عبارة عن نيرف سيل اللي هي البادي والفايبرز، نيرف فايبرز unmyelinated، تمام. اما الوايت ماتر، الوايت ماتر بيقولك هي الجزء اللي سراوندد الجراي ماتر، وعبارة عن مايلينيتد نيرف فايبر. ركزوا، بريفرال اللي هو الوايت مايلينيتد، اما الجراي unmyelinated، والجراي اتش شيبت مكونة من ثلاثة هورنز: anterior horn شكله كده، بصوا، وفي هورن كده انا بس حاولت اوضحها لكم عشان مش باينه كده، شايف؟ posterior anterior and lateral horn.
anterior posterior lateral horn and posterior anterior lateral horn. نراجع كده سريعا. ده سؤال اهو بيقول dendritis or covered with neurolimbal sheath only, covered with myelin sheath only, covered with neurolimbal and myelin sheath, not covered. الدنترايتس اللي هي كانت مالتيبل وشورت واللي هي بتاخد الامبلسز توديها توورد السيل بادي, كانت اخر حاجه في الجدول كانت ايه؟ انكفرد. مظبوط. سؤال بعد كده, مايلين شيز كفرز. طب مايلين شيز بتغطي ايه؟ قول اكزونز, كل الاكزونز, كل انواع الاكزونز, كل الاعصاب هلاقي فيها مايلين شيز. هو الاكزون بتغطي الاكزون كله, طوله كله على بعضه, except its origin, its end and nodes of Renvey, عدا بدايته ونهايته و النودس اللي هي الحفر اللي في الطريق دي, ولا not covers the axon, مش بتغطي اي axon اصلا, او the whole axon, بتغطي الاكزون كله من غير اي exception. الاجابة ايه؟ B طبعا. الإجابة هي B, whole axon except its origin, على بداية الأكزون and its end, نهاية الأكزون و النوتس. يبقى احنا كده اتكلمنا عن central nervous system. سريعا نقول اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه؟ ان central nervous system ده لما يكون محاط ب bones وعبارة عن البرين والسباينال كورد. قلنا البرين موجود جوه السكال, وقلنا بيتقسم ليه اتنين بيكون من اتنين cerebral hemispheres و سيربيلوم و الميد سوري البرين ستيم, جزء المخ, والجزء المخ البرين ستيم بيتكون من ميد برين بونز اند مدلة اوبلنجاتا. وكلمنا عن ال السباينال كورد, وقلنا ان الحبل الشوكي ماشي جوه الفيرتبرال كولوم العمود الفقري, وقلنا العمود الفقري بيتكون من خمسة سايتس للفيرتبرا, قلنا السيرفايكال 7 والثوراسيك 12 واللامبر 5 والساكرال 5 والكوكسكس 4. وجينا اتكلمنا ان السباينال كورد بيتقسم ليه برضو خمسة ريجون في خمس مناطق, كل منطقة فيها سيجمنت. قلنا السيرفايكال في السباينال كورد عبارة عن 8, الثوراسيك 12, اللامبر كانوا 5, والساكرال قلنا ان هو بيحصل فيوزد, والكوكسيك برضو فيوزد كان 4 و 1 على ما اظن. الساكرال 5 بيحصلهم فيوزد, والكوكسيك كان 1 لانه برضو حصل فيه فيوجن. تمام. دلوقتي هنتكلم وكلمنا برضو عن تركيب الخليه العصبيه, وقلنا عباره عن سيل بادي, والسيل بادي خارج منه بروسيس. البروسيس دي بتقسم حاجتين, شجيرات صغيره اسمها دنترايتس, وشجيره طويله سنجل اسمها الاكزون. تمام. واتكلمنا عن مقطع عرضي في السباينال كورد, قلنا ان السباينال كورد عباره عن جراي ماتر وايت ماتر, والجراي ماتر بيكون انمايلينيتد لكن الوايت ماتر بيكون مايلينيتد. دلوقتي نتكلم عن البريفرال نيرفس سيستم. بريفرال طرفي, يعني هنقول هنتكلم اول حاجه عن الكرينيال نيرفس. والكرينيال نيرف هي عباره عن ان البرين والبرين ستيم وكده, مش احنا قلنا البرين بيتكون من سيريبيلم وسيريبرال وبرين ستيم. الكرينيال نيرفس على فكره خارجين من البرين ستيم, بنقول ان هما الاعصاب المقيه عباره عن 12 بيرس, يعني 12 جوز, يعني هما 24 عصب, يعني عندك 2 من كل عصب. سيريز فروم ذا مينلي, جايين مينلي من البرين ستيم, البرين ستيم. ودول اسمائهم لازم نحفظهم عشان هم مهمين جدا جدا جدا, وهتاخدوهم على مدار دراستكم في السبع سنين. النيرف اول حاجه عندنا هم مترقمين, هم 12 فمترقمين على اساس ده, وطبعا كل واحد منه 2. يبقى اول حاجه عندنا هو المسؤول عن حاسه الشم, اسمه الفاكتوري نيرف. تاني حاجه مسؤول عن البصر, اوبتيك نيرف. واحنا بتكلم عن الشم والبصر, فبالتالي انا بتكلم عن اعصاب حسيه, انا بحس الضوء وبشم الروائح. اوكيولوموتور ده التالت, اوكيولوموتور تروكيولار ده الرابع,
trigeminal ده الخامس و abducens ده السادس. خلي بالكم على فكرة الأوكيولوموتر والتروكيولا والأبديوسنت دول مسؤولين عن حركة العين، إنك تحرك عينك يمين وشمال فوق وتحت وكده. والترايجمنال ده الخامس وده ميكسد، على ذكرياتي إن هو فيه جزء حسي وجزء حركي. يبقى نقول تاني أول خمسة، الشم والفاكتوري، أوبتيك نيرف ده التاني، البصر، أوكيولوموتر أوكيولو يعني عين، موتور حركة، اوكيولو موتور، تروكيولار نيرف دي منطقة في الفيس كده هتاخدوها فوق عند الحواجب كده في السكال اسمها تروكيولار نيرف. تراي جيمينال، تراي يعني تلاتة، تراي جيمينال انتوا هتعرفوا ان هو جاي من جانجليون معينة وبيبقى فيه، يعني مش هستفيد بالموضوع ده. تراي جيمينال والسادس ابديوسنت تمام. نيجي السابع ده العصب الوجهي، بتسمعوا على طول ده جاله شلل في عصب الوش، هو ده العصب السابع اللي هو الفيشيال نيرف، وش فيشيال. العصب الثامن ده بتاع الودن، ده المسؤول ايه، احنا كلنا عارفين ان الودن مسؤول عن السمع وعن الاتزان. فجزء اسمه فيستيبيولو كوكيولار، فيستيبيولو كوكيولار من اسمه جزء فيستيبيولو عن الاتزان وكوكيولار عشان السمع، فيستيبيو كوكيولار ده الثامن تمام. طبعا الارقام دي اللي هي 1 2 3 بالطريقه دي اسمها لاتيني، الارقام اللاتينيه تمام. الواحد سريعا كده هكلمكم عن الارقام اللاتينيه، ادي اول حاجه 1 والاثنين تحط كمان 1 جنبها اهو، والثلاثه 3. نيجي بقى عند الأربعة الرقم ده يعني 5، السبعة دي يعني 5 باللاتين، تحط 1 قبلها تبقى اسمها 4، 5 ناقص 1، تحط 1 بعدها تبقى اسمها 6، تحط 2 يبقى اسمها 7، 3 اسمها 8. طب التسعة زي ما عملنا في الأربعة، الإكس دي يعني 10، نحط 1 هنا تبقى 9، نحط 1 قدامها يبقى 11، تحط 2 يبقوا 12، وهكذا. احنا وصلنا الرقم كام؟ ثواني عشان بنت اختي بتصوت. احنا وصلنا للثامن، عندنا بقى اللي هو الفيستيبيو كوكيولار، عندنا بقى الجلوسوفارينجيال ده بيبقى متقسم جزئين، جلوسو دي ده التاسع، جلوس يعني جاي من اللسان، فارينجيال يعني الفارينكس، هذول البلعوم مش فاكره ترجمته بالعربي قوي، بس هو جزء جلوسوفارينجيال تمام. الاكس دي قلنا رقم 10 يعني الفيجاس نيرف، وده مهم على فكره، الفيجاس مهم جدا جدا لان ده هيبقى العصب المسؤول في الجهاز الهضمي، هتلاقوه كتير لما تبداوا تتعمقوا فيه. و رقم 11 ده اسمه اكسسوري نيرف، حاجه زي الاكسسوار كده، هو جاي مساعد كده. والعصب رقم 12 هايبوجلوسال، هايبو يعني الكلمة تحت، جلوسال زي ما قلت فوق، جلوسو جاية من اللسان. نقولهم سريعا، الفاكتوري، اوبتيك، كيلوموتر، تروكيولار، تريجيمنال، ابيوسنت، فيشيال، فيستيبيولو كوكيولار، جلوسوفارينجيال، فيجاس، اكسسوري، اند هايبوجلوسال. دي حول سكيم كده تعرفوا منها. عندك مثلا رقم 1 انت شايف مصنع دخان ففي ريحة فنقول olfactory، 2 ادي عيون يبقى optic، هو هنا موتور او اللي هو الدرجة النارية او كده فهو oculomotor، 3 عامل لك true false، true تفتكر رقم 4 اللي هو true trocular، 5 بيقول لك جيمي trigeminal، الولد ده يعني اسمه جيمي فهو trigeminal، رقم 7 وكاتب لك اب اللي هو الاب بالابلكيشن فانت تفتكر منه ابديوسنت طبعا. 7 دوت ده رقم 6 ابديوسنت، 7 طبعا معروف في الفيس بتاع الوجه الفيشيال. رقم 8 ده واحد فقد الاكسن دول مش مركز فقد اتزانه فنقول فيستيبيولو كوكيولار بتاع الاتزان. رقم 9 اسمه كولوسوفارينجيال اللي هو كلاس 9 كولوسوفارينجيال.
فيجاس، انا مش عارفه الصراحه هتسلي طياره. والرقم 11 قلنا اكسسوري، ده تقريبا حاجه اكسسوار او حلقه او حاجه مش عارفه اكسسوري. ورقم 12 هايبوجلوسر، هايبوجلوسر. نقول تاني، احنا اتكلمنا كده، احنا في البريفرال، احنا بنتكلم في البريفرال نيرفس سيستم، اتكلمنا عن اول حاجه الكرينيال نيرف، وقلنا ان هم 12 بيرز، وقلنا اسمائهم ودول مهمين جدا يتحفظوا. نتكلم بقى التاني، احنا قلنا البريفرال نيرفس سيستم بيتكون من كرينيال نيرفس وسباينال نيرفس. السباينال نيرفس خارجين من السباينال كورد، ودول عباره عن 31 بيرز، ومش هنقول اسمائهم طبعا. ودول ممكن يكونوا سنسوري وممكن يكونوا موتور. سنسوري اللي هو مسؤول عن الاحساس، وموتور يعني مسؤولين عن الحركه. يعني انا مثلا لمست حاجه لقيتها ناعمه، فاللي حاسس ان اللمسه ناعمه ده السنسوري نيرفس. طيب انا مثلا عايز اجيب حاجه، عايز احرك دراعي، ده الموتور نيرفس. والسنسوري لان هو اللي بيجيب الاحساس من بره لجوه ويروح للسباينال كورد فاسمه افرنت. اما الموتور لان انا باجي الاوامر من جوه السباينال كورد، بيدي الامر للعصب انه يحرك العضله الفلانيه، فاسمه افرنت. يبقى السنسوري او الافرنت بيقول ان هو بيدخل انتر ذا سباينال كورد فروم ذا بوستيريور دورسال هورن، اللي هو فاكرين الاتش شيبد جراي ماتر، مش قلنا ان هي بتكون من فنترال وبوستيريور ولاترال هورنز. فالعصب بتاع الاحساس بيدخل لي السباينال كورد عن طريق البوستيريور هورن او الدورزل. بوستيريور او دورزل يعني معنى واحد، زي الانتيريور والفنترال يعني معنى واحد. ركزوا عشان الام سي كيو. يبقى السنسوري بيدخل عن طريق البوستيريور هورن، والمذر سيل ان ذا دورسال روت جانجليون. يعني ايه؟ يعني السيل بادي بتاعته او المركز بتاعه جاي من حاجه اسمها الدورسال روت جانجليون. ثواني هشوف لكم صوره. زي ما انتم شايفين كده جانجليون دي يعني المحطه، يعني ادي اهو ده الجلد، وادي مسمار دخل فيه عوره، ففي احساس بالبين. فالاحساس مشي في السنسوري نيرف اللي هو الافرنت، دخل المنطقه دي اسمها دورزال روت جانجليون. جانجليون يعني المحطة، محطة هيقعد ستيشن كده فيها، وبعدين يخرج يدخل لي البوستيريور هورن سيل. تمام، ده بالنسبة للأفرنت اللي هو السنسوري. طب بالنسبة للموتور، أنا مثلا دوست على حاجة فحرقتني أو بين، أو دوست على مسمار زي ما في الصورة، فبالتالي أنا المفروض أشيل إيدي أو أرفع رجلي. فبالتالي عندنا حاجة اسمها الموتور نيرف، بتقول ان الموتور نيرف ده اللي بيخارج من السباينال كورد، والمذر بتاعته موجوده في الفنترال هورن او اللي هي الانتيريور هورن اللي هي مسؤوله عن الحركه الاراديه، او موجوده في اللاترال هورن اللي هي الاوتونوميك، ودي مسؤوله عن اللا اراديه. يعني الفنترال هورن دي انا اللي عايزه احرك ايدي، يعني انا اللي بمزاجي هشيل القلم، هشيل مش عارفه ايه، هعمل مش عارفه ايه. فدي بتبقى الاوامر من الفنترال هورن، السوماتيك موتور. طيب اللاترال هورن، لا ده انا ايدي لمست حله سخنه، فايدك لا اراديا تلاقيها اتنطرت من مكانها، ده بسبب اللاترال هورن اللي هي اوتونوميك موتور، الماما المذر سيل الموجوده في اللاترال هورن. زي الرسمه دي بالظبط، احنا جبنا اهو ادي المسمار ايا كان اهو، ودخل هنا الاحساس، راح لي الدورسال روت جانجليون، راحت للبوستيريور هورن. البوستيريور هورن قامت قايله الحقوا ده في احساس بالبين، قام الاحساس بالبين دوت عن طريق في نيرف واصل ما بين الاثنين اهم اسمه اسوسيشن نيرون، هيقوم واصل للانتيريور فنترال هورن، ويقوم مخلي موتور نيرون يخرج يروح للعضلات، يقول لها شيلي الايد بسرعه. احنا كده خلصنا التقسيم الاناتوميكال. الاناتوميكال نقول تاني، سنترال نيرفس سيستم، بريفرال نيرفس سيستم، سنترال نيرفس سيستم برين وسباينال كورد، والبريفرال نيرفس سيستم عباره عن كرينيال نيرفس واللي هم 12 زوج، والسباينال كورد اللي هو 31 زوج. نيجي دلوقتي للتقسيمه الفانكشنال او الفسيولوجيكال، اللي هي التقسيمه حسب الوظيفه. قلنا ان هي بتتقسم لحاجتين، اما سوماتيك ارادي او لا سومات او لا ارادي اللي هو الاوتونوميك.
ايه الوظيفه؟ بنقول ان السوماتيك اللي هو الارادي ده كنترول الفولنتري اكشن اللي هي الحركه العاديه، انا ماشيه، انا واقفه، انا بكتب، انا بعمل اكل، انا باكل، انا بشرب، الحركه الاراديه بتاعتك. او الاوتونوميك اللي هي الحركه اللا اراديه، زي ايه؟ هل انت بتتحكم في قلبك اللي بينبض؟ هل انت بتتحكم في الامعاء بتاعتك اللي شغاله مثلا؟ هل انت بتتحكم في لو حاجه قربت من عينك، هل انت بتتحكم في رمش عينك؟ لا، بترمش لوحدها. هل انت بتتحكم في الغدد اللي بتفرز جوه جسمك؟ هل انت بتتحكم في اي حاجه داخليه في الجسم؟ لا. فهي دي بتقول ان اللا اراديه دي اللي بتتحكم في الاكشن بتاع الكاردياك والسموث ماسل. السموث ماسل زي العضلات بتاع الاحشاء بقى، اللي هي الانتستين، الامعاء والجو والستومك وكده، المعده. اما الفولانتري لا، دي بتتحكم في السكيليتال ماسل العاديه، اللي هي العضلات بتاع السكيليتال، الجهاز الهيكلي اللي بتشد على العظم فتحركه. طيب جايه منين بقى السوماتيك دي؟ السوماتيك دي جايه من كل الموتور كرينيال نيرف. كل الموتور كرينيال نيرفس هي سوماتيك، فاكرين؟ عدا كرينيال نيرف رقم 3 و7 و9 و10 اللي متجمعين سنة 1973 اللي هي كانت سنة حرب أكتوبر، دول بيكونوا انفولانتري. زي مين كان رقم 3؟ أوكيولوموتر. رقم 7 الفيشيال. رقم 9 الجلوسفارينجيال. رقم 10 الفيجاس. دول أوتونوميك، تمام؟ فاكرين لما قلت لكم الفيجاس دوت بتاع الجي اي تي، اللي انت الجهاز الهضمي اللي انت بتتحكم فيه؟ لا. وجاي من كل اول سباينال سيجمنت، وجاي من السباينال سيجمنت اللي هم ال 31 دول كلهم جاي منهم السوماتيك. يبقى السوماتيك جاي من كل الموتور كرينيال نيرف عدا رقم 10 و9 و7 و3 اللي هم 1973، وجاي من كل السباينال سيجمنت. طيب اما ال، بصوا يا شباب عشان تفهموا الجزئيه دي، هو انا قايله اول موتور كرينيال نيرف بتديني سوماتيك، وفي نفس الوقت رقم 3 بيدي سوماتيك واوتونوميك، رقم 7 بيدي سوماتيك واوتونوميك، رقم 9 بيدي سوماتيك واوتونوميك. لما اقول اول موتور كرينيال نيرفس نيوكليوي، وال 3 و7 و9 و10، ال 3 و7 و9 و10 دول بس دول بيدي اوتونوميك في الكرينيال نيرفس، هما دول ممكن يدوني اوتونوميك. طب السباينال كورد كل السيجمنت بتدي سوماتيك اللي هو الارادي، بس في سيجمنت بتطلع الاثنين. يعني مثلا عندك الابر سريل اول ثوراسيك سيجمنت، كل الثوراسيك ما دي بتديني اوتونوميك، وفي نفس الوقت بتديني ايه؟ بتديني سوماتيك، تمام؟ الابر 3 لمبر اللي هي لمبر 1 2 3 دول بيدوني اوتونوميك. وبرده كان ضمن، مش دول برده سباينال سيجمنت؟ اول سباينال سيجمنت كلهم بيدوا سوماتيك، وفي منهم بيدي الاثنين سوماتيك واوتونوميك، اللي هم مين بقى؟ ابر 3 لمبر والميدل 3 ساكرال اللي هما اس 2 3 و4، تمام؟ يبقى احفظوا يا شباب الاوتونوميك عشان هما اللي ايه محدودين. 1973 في كرينيال نيرفز 10 9 7 3 واللمبر ابر لمبر 1 2 3 والميدل ساكرال 2 3 و4، تمام؟ اللي هم، اما بقى نيجي ده اتكلمنا عن الاورجن. الافرنت يعني ايه؟ افرنت قلنا الافرنت يعني الحاجه جايه لهم منين. قلنا لفظ افرنت يعني الحاجه اللي خارجه من السباينال كورد، يعني ادي السباينال كورد اهو، ثواني اللي انا بعمله ده سباينال كورد الاتش، تمام؟ اي حاجه في الرسم، معلش. ادي السباينال كورد، وادي عندنا عضله في الايد، وادي عندنا المعده مثلا، مثال لي
المعدة طبعا اللي هو اوتونوميك لا إرادية، وعضلة الإيد ديت سوماتيك. فبنقول عندنا إن الإفرنت يعني اللي خارج من السباينال كورد وراح يغذي حاجة، بنقول الإفرنت بتاع السوماتيك جاي من الأنتيريور هورن سيل رايح ليه؟ ادي جاي من الانتيريور هورن سيل رايح مثلا لعضله الايد، تمام؟ ومفيش جانجليون. قلت لك الجانجليون دي يعني محطه بيستريح فيه قبل ما يوصل، لا هنا مفيش جانجليون، تمام؟ اما الاوتونوميك دوت جاي من اللاترال هورن سيلز، ثواني نرسمها تاني. جاي من اللاترال اهو ورايح مثلا ادي المعدة اهي، بس هو بقى هنا الاوتونوميك مش بيروح مثلا للمعدة على طول، لا بيبقى في حاجة اسمها جانجليون، جانجليون محطة بيقف فيها، ادي جانجليون ويرجع يكمل، يدخل جانجليون ويروح يكمل، تمام؟ فالجزء اللي قبل الجانجليون اسمه بري جانجليونيك، العصب اللي قبل الجانجليون قبل ما يدخل المحطة، وبعد ما يدخل المحطة ويخرج يبقى اسمه بوست. بوست يعني بعد، بري يعني قبل، تمام؟ يبقى هو جاي من اللاترال هورن سيل ده الاوتونوميك رايح للأورجان اللي هيغذيه اللي هو الإفكتور أورجان زي المعدة مثلا، بس في الطريق بيعدي على اوتونوميك اوتونوميك جانجليون، وبيتقسم بري جانجليونيك نيرف وبوست جانجليونيك، تمام؟ ادي اهو ادي الانتيريور هورن سيل ماشي فيها الافرنت، خارج منها الافرنت رايح للسوماتيك، ده السوماتيك نيرف اهو رايح لعضله او حاجه سكيليتال ماسل، ادي اللاترال هورن سيل خارج منها برضو افرنت اللي هو اوتونوميك نيرف، وادي جانجليا. فالنيرف دوت قبل ما يوصل الجانجليون اسمه بري جانجليونيك نيرف، بعد ما يوصل الجانجليون بيبقى اسمه بوست جانجليونيك نيرف. فاكرين لما قلنا لكم ان الجراي ماتر النيرفات اللي فيها بتكون مايلينيت ان مايلينيتد وبتخرج تبقى هنا البري جانجليونيك بتبقى مايلينيتد والبوست جانجليونيك بيبقى ان مايلينيتد اللي هو دخول الحمام ازاي يخرجه زي ما بيقولوا، وبعدين اللي هو البوست جانجليونيك هو ده بقى اللي بيوصل للاحشاء زي المعده والامعاء والقلب وكده. يبقى سريعا تاني عندنا التقسيم على حسب الوظيفة، عندنا سوماتيك إرادي، أوتونوميك لا إرادي اللي هو الفولانتري إرادي، انفولانتري يعني لا إرادي. الفاكشن بتاعته قلنا السوماتيك هو اللي بيتحكم في السكيلت المصل للعضلات الإرادية، أما الأوتونوميك هو اللي بيتحكم في الحاجة اللا إرادية زي نبضات القلب مثلا، القلب والأمعاء والأجهزة الداخلية اللي احنا مش بنتحكم فيها. قلنا ان الاورجن جايين منين، قلنا ان كل الكرينيال نيرفس وكل اول موتور كرينيال نيرفس بتدي اول موتور ليه، فاكر لما قلت لكم ان في حاجه اسمها سنسوري اللي هو بتاع الاوبتيك والاوبتيك مثلا والاولفاكتوري، فبيقول لك اول موتور كرينيال نيرفس دول بيدوني ايه السوماتيك، وكل السيجمنت بتاع السباينال كورد بتديني برضو السوماتيك. طيب انما الاوتونوميك ده ليميتد يعني محدود شويه صغيرين شويه معينين هما اللي بيدوه، يعني مثلا في الكرينيال نيرفز بيقول لك 1973 هما اللي بيدوه اللي هو الاوكيولوموتور والفيشيال والجلوسفرينجال والفيجاس، وبيديه في الثوراسيك اول ثوراسيك سيجمنت بتديني اوتونوميك، والابر 3 لامبر اللي هما ال1 و2 و3، والميدل 3 ساكرال اللي في النص اللي هما 2 و3 و4 دول بيدوني اوتونوميك. طيب الاوتونوميك دوت الافرنت بتاعه جاي منين، نقول ان الافرنت جاي من الانتيريور اللي احنا كان في الاوتونوميك، الاوتونوميك الافرنت جاي من اللاترال هورن سيلز رايح على الفيزرا او الاورجان اللي ايه هيتغذى بيه،
زي مثلا ما قلنا الاستومك، بس قبل ما يروح على الاورجن بيدخل ستيشن كده محطه اسمها جانجليا، اوتونوميك جانجليا، ودوت موجود في الاوتونوميك بس، وبيبقى بيتقسم للنيرف قبل الجانجليا اسمه بري جانجليونيك، بعد الجانجليا بيبقى اسمه بوست جانجليونيك. اما السوماتيك فبيبقى جاي من الانتيريور هورن سيل، ودوت بيخرج مباشره من الانتيريور هورن سيل من غير ما يقف في اي محطه ما فيش جانجليا، ويروح على الاورجن على طول على السكلت المصري زي ما شفنا في الرسم. نيجي بعد كده بقى تذكره سريعه، the cranial nerve number 7 is called، اسمه ايه رقم 7؟ انا قلت لكم ده اكتر حاجه انتوا تحفظوها وتسمعوها على طول، فيشيال بتاع الفيس. ممتاز. autonomic nervous systems origin الاوتونوميك، ركزوا، 3 و7 و9 و10 cranial nerves، all cranial nerves، middle lumbar، all spinal segment. نشوف 3 و7 و9 و10 cranial nerves true. طيب all cranial nerves، لا مش all cranial nerves، ده هما 3 و7 و9 و10 بس. طب الميدل 3 lumbar، لا ده الميدل 3 sacral، اما في اللمبر الابر 3 lumbar. all spinal segment، لا مش all spinal segment، ده هما الثوراسيك، قول ثوراسيك، الابر لمبر، الابر 3 لمبر، والميدل 3 سكرال. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ اللي هو 3 و7 و9 و10 كرينيال نيرفز. نيجي بعد كده بنقول لك ايه الوحده اللي بيتكون منها الجهاز العصبي. يعني احنا عايزين نتكلم عن الجهاز العصبي، الجهاز العصبي ايه الوحده اللي بيتكون منها؟ قلنا ان برضه هنقسم الوحده اللي بيتكون منها الجهاز العصبي لحاجه اسمها اناتوميكال ستراكشر، وحده بنائيه، ووحدة وظيفية. الوحدة البنائية يا ولاد هي الحاجة اللي بتبني الجهاز العصبي. أي جهاز بيتبني بإيه؟ بخلية، يبقى الخلية العصبية النيرون أو النيرف سيل. أما الفسيولوجيكال الحاجة الوظيفية اللي هي اللي بتتحرك، حاجة اسمها ريفليكس، ردة الفعل. الجهاز العصبي ما هو إلا ريفليكسات، ردود أفعال عن حاجة حصلت. يبقى الوحدة البنائية التركيبية هي النيرف سيل، أما الوحدة البنائية الوظيفية فهي الريفليكس أو ردود الأفعال. طبعا احنا اتكلمنا عن النيرف سيل وعرفنا بنتكلم سيل بادي والبروسيسس اللي هو السيل بادي السوما والبروسيس اللي هو دينترس وأكسون، ده خلصنا منها. نيجي بقى للوحدة الوظيفية. ايه الوحدة الوظيفية دي؟ اللي هي الريفليكس. يعني ايه ريفليكس؟ يعني ردة فعل. ردة فعل هي عبارة عن انفولانتري، هي أولا لا إرادية، يوسفول، مفيدة. زي مثلا انا بدوس على حاجه مسمار او حاجه تلاقي رجلي رفعت لوحدها، دي ردة فعل، ردة فعل عن الم حصل لي، فانا عملت ردة فعل ف شلت رجلي، فهي يوسفول. انا لو حطيت رجلي هنزف واتعور وكده، فهي involuntary useful. occur in response to stimulus، حصل حاجه نشطتها، زي ما قلت دوست على حاجه حصل بين، فالجهاز العصبي ادى اشاره، وبتحصل نتيجه حاجه اسمها reflex arc. تمام. ايه الريفلكس ارك ده؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه، اللي هو المسار بتاع الريفلكس. بيضرب لك هنا مثال بيقول لك لو احنا قربنا حاجه من عينينا تلاقي عينينا بتقفل، اللي هو الريفلكس كلوجر اوف ذا اي، موفينج اوبجكت ان فرونت اوف ات. يعني لو قربنا حاجه من العين، العين بتقفل. نتكلم بقى دلوقتي عن انواع الريفلكس اكشن. في حاجه اسمها سوماتيك ريفلكس اكشن، يعني الجهاز العصبي اللي هو الارادي هو اللي بيعمله، وحاجه اسمها اوتونوميك اللا ارادي هو اللي بيعمله. طيب يعني ايه سوماتيك ريفلكس اكشن؟ السوماتيك ريفلكس اكشن يا شباب، مش قلنا ان السوماتيك ده بيغذي العضلات الهيكليه اللي هي السكيليتال اللي ماسكه في البون الجهاز الهيكلي، فانا لو دوست على حاجه فرجلي اترفعت، اللي مست حاجه سخنه ايدي اتشدت، مش العضلات دي اللي هي السوماتيك ماسل، يبقى بالتالي اللي مسؤول عن الحركه دي اسمه السوماتيك ريفلكس اكشن. وور ريجوليتس اكتيفيتي اوف ذا سكيليتال ماسلز، او اسمه وذرول. وذرول يعني انا شديت كده بسرعه او رجعت لورا. وين ا بين بريكس ذا هاند، لما ابره تشك الايد، ذا ارم از وذرول رابيدلي اواي فروم ذا بريكنج بين تو بريدكت ذا هاند فروم ذا هارم اوف ذا بريكنج بين. بن اوكي، لما اشك ايدي فايدي بتبعد عن المكان اللي اتشكت منه، ده السوماتيك. اما الاوتونوميك بقى،
ده زي ريجوليت ذا اكتيفيتي اوف ذا فيسرا، ده بيتحكم في الاحشاء الداخليه بتاعتك. مثلا بيقول لك مكتوريشن ريفلكس، يعني انا مثلا يا شباب المثانه البوليه بتاعتي اتملت على الاخر، فده في تنشن جوه المثانه البلادر، فالتنشن ده يروح للمخ، الاحساس ده يقول له الحق ده انا ملان انا عايز اتفضى، فيحصل ايه؟ مكتوريشن، تبول. تمام، بس المكتوريشن بيعتمد على ان انا موجود في المكان المناسب، مثلا في حمام في بتاع. تمام، يبقى سريعا كده نقول تاني، عرفنا ان الوحده التركيبيه للجهاز العصبي عباره عن وحده تركيبيه تشريحيه اللي هي النيرف سيل، ووحده تركيبيه وظيفيه اللي هي الريفلكس، وعرفنا ان الريفلكس عباره عن انفولانتري يوسفول اكشن اوكرز ان ريسبونس تو ستيمولس وميديت ثرو ريفلكس ارك، لا ارادي، يعني انا ايدي اصلا لما بتلمس الحاجه بتتحرك لوحدها لا ارادي، ويكون مفيد وبيحصل نتيجه ان اشاره نشطته وبيمشي نتيجة بصوي معين اسمه ريفلاكس ار، وقلنا بيتقسم لحاجتين سوماتيك و اوتونوميك. السوماتيك اللي هو زي ما تشك في ايدي تتحرك لوحدها، ده بيبقى عن طريق سكلت المصل، والاوتونوميك دوت الفيزرا الداخليه الاحشاء الداخليه زي عمليه التبول مثلا لما المثانه ايه تتمد. الريفلاكس اكشن، المسار اللي انتوا شايفينه في الصوره دوت هو دوت ده الريفلاكس ار، يعني ايه؟ يعني شمعة ستيمولس لمست الجلد أو الصباع، الصباع عليه ريسبتور مستقبلات الألم، بعتت ريسبتور بعتت أفرنت اللي هو السنسوري نيرف اللي هو كان اسمه أفرنت. الأفرنت اللي هو بالأحمر دوت أهو الأحمر، مش لحد ما دخل لي السباينال كورد، فاكرين لما قلنا ان السنسوري بيدخل من الدورز الروت جانجليون، دخل لحد ما وصل لي البوستيريور، البوستيريور هورن سيل دي بتاع الاحساس، فالبوستيريور هورن سيل قالت ايه ده في نار، فقامت بعت على طول الانتيريور هورن سيل لا شغلي لي الجهاز شغلي لي العضلات، فالانتيريور هورن سيل قامت بعت اشاره بالاخضر، الانتيريور هورن سيل بعتت اشاره بالاخضر اهي، راحت للعضله دي قالت لها اعملي كونتراكشن انقبضي، فلما انقبضت قامت شايله الصباع عن النار، كل ده بيحصل في اقل من ثانيه. تمام، يبقى تعالي بقى نقول هنا ايه مكونات الريفلكس ارك. اول حاجه عندنا نار ستيمولس، واحد ادي ستيمولس، تاني حاجه الستيمولس دوت مسك في الصباع اللي هو فيه ريسبتور مستقبلات، تاني حاجة الألم أو الإحساس اللي الريسبتور ده بتحس بالوجع مشى الوجع في أفرنت اللي هو العصب بتاع الإحساس سنسوري نيرف، السنسوري نيرف راح على طول على السنترال المركز مركز العصب، المركز على طول بعت لأخوه المركز التاني اللي في الأنتيريور هورن سيل بعت له قال له إيه شغل لي العضلة، فالمركز هيبعت حاجة اسمها إفرنت اللي هو العصب الحركي، هيروح يغذي حاجة اسمها الاورجان او الاورجان اللي هيشتغل، فيقوم عامل كونتراكشن او الريسبونسر الريسبونسر الحاجه اللي هتستجيب، يبقى ستيمولس سريعا ستيمولس ريسبتور افرنت نيرون سنترال افرنت افكتور اورجان اللي هو الريسبونسر او الاورجان اللي هيستجيب، وادي الريسبونس اللي انا ايدي اتشدت في الاخر. لو جمعنا حرف من كل كلمه اول حرف في كل كلمه تبقى عباره عن صراصير، ايوه كومبلنت اوف ذا ريفلكس صراصير، اس ستيمولس ار ريسبتور اي افرنت سي سنتر اي افكت افرنت والايد الثانيه افكتور اورجان والاخيره هي الريسبونس. الريسبتور الريسبتور بيقول ان هو سبيشاليز ستراكشر بريزنت ان ذا بريفرال اند اوف ذا افرنت نيرون، في نهايه الافرنت نيرون في مستقبل كده ويكون سنسيتيف لاي ستيمولس، اي اشاره هتجيله هو حساس جدا فهينقلها على طول. الافرنت هو اللي بينقل الاشاره الحسيه ديت لحد الريسبتور بتاعته في السنترال نيرفس سيستم اللي هو السباينال كورد زي ما شفنا اللي هي الجري ماتر. السنترال
السنترال هنا هي الجراي ماتر الموجوده في السنترال نيرفس سيستم اللي هي في السباينال كورد مثلا. زي الانتيرور هورن سيل دي بتاع السوماتيك ريفلكس، واللاترال هورن سيل بتاع الاوتونوميك ريفلكس. اللي احنا معانا ده كان سوماتيك ريفلكس. السوماتيك والانتيرور هورن سيل هنا هتبعت لي افرنت اللي هو هيحمل الامبالسز من السنترال نيرفس سيستم للاورجان الافكتور اورجان زي ما قلنا العضلات. اتس ذا ستراكشر ويتش برودوسز افكت. العضله هي اللي هتعمل الافكت، الافكت في الاخر هو الريسبونس اللي انا اشد ايدي زي ما احنا شايفين هنا. مقارنه سريعه ما بين السوماتيك ريفلكس والاوتونوميك ريفلكس من ناحيه ايه، من ناحيه الصراصير بتاعتهم. اول حاجه الاستيمولس ايا كان، الريسبتورز اللي هتستقبل الاستيمولس ده موجوده فين؟ في السوماتيك موجوده في الجلد زي مثلا زي ما قلنا الشمعه اللي كانت حرقت الايد، لكن الاوتونوميك موجوده في الفيزرا تمام، زي ما قلنا مثلا البلادر المثانه اتملت في احساس تمام. الافرنت بنقول ان الاثنين الافرنت بتاعه موجود في لانهم الاثنين شايلين احساس فبيروحوا للدوز. ده عصب المذر سيل اوف الافرنت نيرون از بريزنت ان الدورز الروك جانجليون. يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا شايفين ادي الاحساس ماشي بيدخل هنا كده لانه احساس فبيمشي في حاجه اسمها الدورز الروك جانجليون، ده الافرنت قبل ما يدخل على السنترال على الهورن سيلز بقى. طيب السنتر بتاعه، السنتر بتاعه لو هو سوماتيك يبقى انتيريور هورن سيل، لو هو الاوتونوميك يبقى اللاترال هورن سيل. طب الافرنت، الانتيريور هورن سيل الافرنت بتاعه تبقى سوماتيك نيرف عادي هيمشي على طول هيروح للافكتور اورجان زي ما قلنا العضله اللي هي سكيلتر ماسل. طيب بالنسبه للاوتونوميك، لا الاوتونوميك دوت السنتر بتاعه لاترال هورن سيلز هيطلع لي افرنت، الافرنت بتاعه يمشي تو نيرونز، النيرونز اسمه بري جانجليونيك ده بيدخل الجانجليا يستريح ذا ستيشن كده محطه له، وبعدين يخرج من الجانجليا يروح للافكتور اورجان زي السموز ماسل كاردياك ماسل الجلاندز وهكذا. زي برضو احنا هنا شايفين هنا على طول خرج من الانتيريور هورن سيل، بالانتيريور هورن سيل راح للمسل مباشره، لكن دوت خرج من اللاترال هورن سيل راح للجانجليا بعدين راح لي ادي البري جانجليونيك نيرف البوست جانجليونيك وراح للهارت. سريعا كده بقى نراجع بسرعه، افرنت نيرون كارز ذا امبلس. الافرنت، الافرنت جاي منين رايح فين؟ ها نقول واحده فروم ذا ريسبتورز من المستقبل ليه الافكتور اورجان على طول الافكتور الاورجان اللي هيشتغل. فروم ذا سي ان اس من الجهاز العصبي المركزي تو افكتور اورجان، فروم ذا ريسبتور تو ذا سنترال نيرفس سيستم، فروم ذا اورجان تو ذا سنترال نيرفس سيستم. اكيد من الريسبتور لحد سنترال نيرفس سيستم عشان يخبروا يعرفوا ان في الم، في حاجه حصلت استجيب يا سنترال نيرفس سيستم. السؤال بعد كده اوتونوميك ريفلكس ار سنتر اس، السنتر بتاع الاوتونوميك ريفلكس هو لاترال هورن سيلز اكيد. وصلنا لاخر المحاضره الحمد لله، اتمنى يا رب تكون يسيره وتكونوا فهمتوا سريعا كده. جزا الله خيرا اللي ملخص لنا المحاضره كده في اخر ورقه. عندنا الاورجنايزيشن اوف ذا نيرفس سيستم هو بنقسمه ليه ترك على حسب الاناتومي بتاعه لسنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم بيتكون من برين وسباينال كورد، والسباينال كورد 31 سيجمنت، والبريفرال نيرفس سيستم بيتكون من اعصاب خارجه من البرين اللي هي كرينيال نيرفس، واعصاب خارجه من السباينال اللي هي سباينال نيرفس. وفي تقسيمه تانية خالص اسمها الفسيولوجيكال على حسب الوظيفه، حاجه اسمها سوماتيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الارادي، والاوتونوميك الجهاز العصبي اللا ارادي. اتكلمنا على بعد كده حاجه اسمها النيرون اللي هو النيرفس سيل نفسها، قلنا ان هي بتكون من سيل بادي وسيل بروسيس جسم الخليه والتفرعات او البروسيس اللي خارجه من الخليه. وقلنا البروسيس نوعين، اما تكون كتيره مالتيبل وشورت ودي بتكون الدنترايتس ودي بتاخد الاشارات بتدخلها للسيل بادي، او اللي هي تكون سنجل ولونج ودي بتكون الاكزونز ودي بتاخد الاشارات من السيل تخرجها بره لتوديها لسيل تانية مثلا او للعضله لاي مكان. وبنقول ان الاكسون دي اما تكون متغطيه واما بتكون متغطيه بحاجه اسمها نيورو ليمال شيز، او تكون
وفي حاجة تانية بتغطيها اسمها inner layer كده تانية اسمها مايلين شيز، بس في مش كل الأكسونز بتغطيها بمايلين شيز، في أكسونز بتغطيها بمايلين شيز فبنسميها مايلينيتد نيورونز، وفي نيورونز تانية مش متغطية بمايلين شيز اسمها unmyelinated. آخر حاجة اتكلمنا عليها هي الوحدة التركيبية للجهاز العصبي unit of the nervous system. قلنا إن في وحدة تركيبية تشريحية اللي هي النيرون اللي هي السيل بادي اللي اتكلمنا عليها من شويه، وفي وحده تركيبيه وظيفيه اللي هي بتديني الايه ردود الافعال وبتشتغل اللي هي الريفلكس اكشن. وقلنا الريفلكس اكشن على حسب الوظيفه بتاعه الجهاز العصبي سواء سوماتيك او اوتونوميك، قسمناها ل سوماتيك ريفلكس واوتونوميك ريفلكس. تمام، وصلنا لاخر المحاضره الحمد لله. شكرا لكم يا شباب، واتمنى يا رب تكونوا استفدتم من شرحي. Don't waste your potential. الخلية العصبية بتاعتكم بتقول لكم لو سمحتوا ما تضيعوش مجهودي potential بتاعي على حاجة فارغة. طبعا انا بعمل لكم المحاضرة دي اثناء القصف على اخواتنا في غزة، فاسألكم ليهم الدعاء الله ينصرهم ويقويهم وينتقم من الكيان الصهيوني المغتصب. الله يوحد شمل امتنا يا رب. بالتوفيق يا رب، واشوفكم احسن دكاترة في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورت الكلية مرة تانية.